أهلا بكم مشاهدينا الكرام. دائما على رأس الثالثة نشرة اقتصادية من أونلايف، وفي تفاصيلها استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المديرة التنفيذية لشركة كاتر بيلر العالمية بحضور وزير النقل الدكتور هشام عرفات، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركة. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس أكد خلال اللقاء انفتاح مصر على التعاون مع جميع الشركات العالمية والعمل معها في مختلف المجالات، مشيرا إلى ما تتمتع به شركة كاتر بيلر من سمعة دولية وخبرة ممتدة في السوق المصرية. وقال السفير راضي إن الرئيس أكد حرص الدولة على التعاون مع الشركة بهدف مساهمتها في المشروعات التنموية العملاقة التي تنفذها مصر حاليا، خاصة في مجال السكك الحديدية وتطويرها لما لدى الشركة من خبرات كبيرة في هذا الخصوص، وكذلك في قطاع البناء والتشييد. واستعرض الرئيس المشروعات التنموية العديدة والعملاقة الجاري تنفيذها في جميع المجالات، وكذا الإجراءات التشريعية والإدارية التي تتخذها الحكومة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدا الاهتمام الذي توليه الحكومة لتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات بمختلف القطاعات.